اليوم للسن الإذاعي لأبناء القبائل لمسافة 6 كيلومترات. نتابع هذه المسيرة ونتابع هذه الانطلاقات الجميلة. هنا الإذاعة القعدان المهجنات الأصايل الجراف على الصدارة، الضيف القادم من دولة قطر هنا للمشاركة على أرضية هذا الميدان، ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول، أم غامر سالم بسطان بن رشيد السويدي في المركز الثاني، وفي المركز الثالث الباز لمحمد بن سعيد بن بخيت الشامسي يأتينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع. المركز الرابع هنا ما يهاب لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان من ينطلق بهذا الأداء المميز الجميل وعنيد، سالم بن مبارك بن عيد المنصوري شاعرنا المتألق يتواجد في هذه اللحظات خامسا، وفي المركز السادس هجام عبيد بن سعيد بن عبيد الخاطري من يأتينا من السوان المشاركة على أرضية هذا الميدان، أبو حمد من الجانب الآخر مع القحام أمسري بن سالم بالعرطي الحميري، ويأتينا صراع هنا أيضا لمحمد بن علي بن محمد بن مبارك بن القريني المنصوري المنطلق في هذه اللحظات بهذه التحديات الجميلة، وهملول لسعيد بن راشد بن سيف الشعالي من ينطلق بهذا الأداء المميز الجميل هنا على المركز التاسع، بينما المركز العاشر شاهين لسعيد بن عمير بن عبيد بن كنيدة الفلاسي من يأتينا بهذه التحديات الجميلة والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وما خلف المراكز الخمسة الأولى أي العشرة الأولى عفوا، هناك أسامي هناك شعارات تتواجد أيضا لها وزنها لها ثقلها في هذا الانطلاق المميز الجميل. نعود إلى صدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول هنا وصدارة هذا الشوط. الصدارة والمقدمة وهنا الجراف، الجراف ولكن أرى بن رشيد، بن رشيد هنا في هذه اللحظات أيضا يتسلل، ولكن الجراف ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند ممثل أهالي الحور بدولة قطر يشارك هنا على أرضية هذا الميدان. المركز الثاني، المركز الثاني وهناك مغامر سالم بن سلطان بن رشيد السويدي من يأتي بمغامر على المركز الثاني، هو الاثنين هنا انفردا انفرادا كليا عن بقية المشاركين. نتابع المركز الثالث، نتابع المركز الثالث والقادم على ثالث المراكز هنا عنيد سالم بن مبارك بن عيد المنصوري من ينطلق على المركز الثالث، وفي المركز الرابع عندك يشع علي مع هملول سعيد بن راشد بن سيف الشعالي من يأتينا على المركز الرابع القادم من ميدان اللبسة بهذا الانطلاق المميز الجميل. والقحام قادم لمسري بن سالم بالعرض الحميري يقحم من مركز إلى مركز هنا إلى المركز الخامس. المركز السادس ما يهاب لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان هنا يأتينا بمتابعة علي أحمد الحاج في هذا الانطلاق، ومن الجانب الآخر هناك هجام لعبيد بن سعيد بن عبيد الخاطري ووصل هنا أيضا صراع، صراع القادم، ولكن أرام هنا المفتي، مفتي لعبيد بن عامر بن حميد بن عمهي المنصوري يتسلل من مركز إلى مركز هذه اللحظات، وهنا صراع محمد بن علي بن محمد بن مبارك بن القريني المنصوري المنطلق في هذه التحديات والإثارة. المركز التاسع، المركز التاسع حبشان والقادم من حبشان هناك من الغربية حبشان المنطلق في هذه اللحظات، السيف بن الثعيلب بن الحاي المزروعي، وعلى المركز العاشر شاهين لسعيد بن عمير بن عبيد بن كليدة الفلاسي، وأرى التدخلات هنا أيضا القادمة أيضا هنا مفتن محمد بن حمد بن علي النعيمي
الشامي القادم أيضا بهذا الأداء المميز ونروح عند الصدارة. نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحديات هو الإثورة. وهنا لا زال الجراف على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند المنطلق على صدارة هذا الشوط وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني، المركز الثاني وهناك مغامر سالم بسطان بن رشيد السويدي ووصل بن عمهي مع المفتي هنا، المفتي العبيد بن عامر بن حميد بن عمهي المنصوري مع المفتي في هذه اللحظات. ركز ركز يا ابو عامر، اهالي المرموم يبون سلام، اهالي المرموم ركز ركز مع هذا الاداء المميز الجميل والتحدي هو الاثورة. قادم هنا همنول لسعيد بن راشد بن سيف الشعالي على المركز الرابع، وفي المركز الخامس هناك سالم بن مبارك بن عيد المنصوري مع عنيد على المركز الخامس، وخماسية خماسية جميلة تنطلق بتحدي وإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام بقيادة الجراف، الجراف على الصدارة، الجراف على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. هنا يفتتح في هذه اللحظات الكيلومتر الأخير في تحديات وصراع هنا على الصدارة مع الجراف المسيطر بهذا الأداء ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني المفتي العبيد بن عامر بن حميد بن عمي المنصوري، وعلى المركز الثالث، المركز الثالث عنيد سالم بن مبارك بن عيد هنا أيضا المنطلق بهذه اللحظات، عنيد سالم بن مبارك بن عيد المنصوري، ولكن الصدارة الصدور الصدارة الصدارة مع الجراف، مع الجراف المنطلق على صدارة هذا الشوط، المنطلق على المقدمة على المركز الأول. هنا بيهدي السلام هنا لأهالي دولة قبر ولأهالي الخور هناك ومنطقة الخور مع ممثلهم الدائم هنا بهذا الانطلاق. ها هو الجراف على الصدارة على المقدمة والمحاولات من المفتي لعبيد بن عامر بن حميد بن عمهي المنصوري، ولكن خلاص خلاص الجراف على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. ها هو مشاهدينا الكروم الجراف يصل ويقترب الى خط النهايه معلن الفوز والناموس. تهانينا لناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند على فوز الجراف بالمركز الاول. المركز الثاني المفتي عبيد بن عامر بن حميد بن عمهي المنصوري، اما المركز الثالث فوصل حبشان سيف بن ثعيل بن حاي المزروعي، وهنا مغامر سالم السلطان بن رشيد السويدي رابعا، وفي المركز الخامس عنيد سالم بن مبارك بن عيد المنصوري من أتى على المركز الخامس. ونعود إلى التوقيت الزمني في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحديات والإثارة. هنا التوقيت، هنا التوقيت الزمني نتابع في هذه اللحظات في هذا الأداء المميز الجميل. 9:22 ستة من الأجزاء من الثانية توقيت الجراف بهذا الانطلاق. تهانينا هنا أيضا لناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند، بينما المركز الثاني، المركز الثاني وانطلاقته وتحدياته كان مع مشاهدينا الكرام المفتي العبيد بن عامر بن حميد بن عمهي المنصوري، قدم عرض يشكر عليه 9:23. هنا 8 من الأجزاء من الثانية توقيت زمني. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز، بينما المركز الثالث، المركز الثالث والمنطلق هنا من أتانا بتحدياته وإثاراته جميل حبشان، والقادم من الغربية ومن حبشان السيف بن ثعيل بن حي المزروعي. 9 هنا 28 ثانية، 8 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس، تهانينا لجميع الفائزين، والكلمة مع أبو خليفة ولك الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للزميل فايز بن غفان الجابري على التواصل في الشوط الماضي
انطلاقة سليمة ورائعة كما يتمناها الجميع، وبداية الجولة الثانية مع هذه الانطلاقات والتحديات المثيرة. انطلق منذ لحظات شوطنا الخامس وهو الشوط الخاص بالإذاعة الإبكار المحليات الأصايل لأبناء القبائل. مسافتنا المعتادة والمقررة هي 6 كيلومترات، ننطلق بالصدارة.